تسعى للبحث عن الانتصار. اذا اندفاع موفق سيداتي انساتي سادتي لجميع الجياد. عاد بروسنا امبرسس اندفاع متاخره قليلا في ثامن اشواط هذه الامسيه. الخيل المبتدئه عمر الاربع سنوات والتي تتنافس على مسافه ال 1400 متر سريعا الى المسار الداخلي. امبلم سبيد مع ايدي كاسترو والمطارده كذلك من يسعدني ابن جواد مع كامل سبينا وكذلك الظهور للوحيد في المرتبه الثالثه التحدي هنا الان مشاهدينا متابعينا الكرام في المنعطف الاول في هذا الشوط. امبلم سبيد في اولى المراتب المطارده من يسعدني وكذلك الوحيف من المسار الخارجي. هنا النظره لهذا المنعطف الاول في هذا الشوط. امبلم موار يتمركز رابعا هنا يعطيه الاشاره عبد الله العوفي وكذلك كيلاويا مع فهد الفريدي هنالك في ثامن المراتب وسقيا زمزم في المرتبه الخامسه. هنا اشتدت المنافسه وصراع البحث عن الانتصار الاول. الوحيف ابن موفق مع أليكسيس مورينيو والمطاردة من قبل أمبلم وار ابن مالي بومون مع عبد الله العوفي. البحث عن المسارات لتعزيز هذه الانتصارات. يتقدمهم الوحيف مع أليكسيس مورينيو. أمبلم وار هل يتمكن من المطاردة في الدخول في آخر الأمتار؟ الوحيف يحافظ في الون فورلينج الأخيرة. ابن موفق قادم في أول مشاركة هذا الموسم بشعار السيد عبد الرحمن النواش. التحذيرات الأكثر من رائعة من قبل مدرب عبد العزيز بن جلال والقيادة الموفقة لهذا الخيال أليكسيس مورينيو ولدا لهذا الانتصار. أداء أكثر من رائع، حضور مميز. الوحيف إلى أولى الانتصارات في سجل السباقي من المشاركة الثانية الرسمية له والمشاركة الأولى له في هذا الموسم.